بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. جواهر آبائية من عظات القديس كيرلس الكبير في تفسير إنجيل لوقا في لوقا 10:23 يقول: والتفت إلى تلاميذه على انفراد وقال: طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه، لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. قال في إحدى المرات للرسل القديسين: لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، ولكني أدعوكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعت من أبي. يوحنا 15:15. بلا شك كان هناك كثيرون مجتمعين واقفون في حضرته إلى جوار أتباعه المختارين، لكنهم لم يكونوا جميعهم مؤمنين. فكيف يمكن أن يتكلم بالحق للجميع وبلا تمييز قائلا: طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه، وطوبى للذين يسمعون ما تسمعونه؟ يعني القديس كيرلس بيتساءل هنا، بيتكلم مع الناس بس مش كل اللي واقفين دول يا بخت عينيهم ودنهم، لأنه يجوز بعضهم لسه ما أمنش. لذلك فهناك سبب مناسب أن يلتفت إلى تلاميذه، عشان كده في أول الكلام يقول التفت إلى تلاميذه على انفراد، أي أنه حول وجهه عن هؤلاء الذين لن ينظروا ولن يسمعوا وهم غير مطيعين وعقلهم مظلم. لذلك أعطى نفسه كلية لمن أحبه. يبقى كل الكلام هنا على فكرة التفت إلى تلاميذه على انفراد. يبقى كان المستمعين كثيرين، وكان اللي بيتفرجوا على المسيح ناس كتار، إنما مين اللي قال لهم يا بخت عينيكم يا بخت ودانكم؟ دول الخاصة، دول اللي فعلا عينيهم مفتوحة ودانهم مفتوحة وقلبهم مفتوح. فهنا التطويب جاي للمؤمنين مش لكل الناس التابعين، بدليل إنه كمان استعار من إنجيل يوحنا إنه لا أعود أسميكم عبيد بل أحباب، لأن العبد لا يعلم إرادة سيده، لكني دعوتكم أحباء لأني أعلمتكم ما سمعت من أبي. أما عن التعبير المستخدم هنا فهو مستمد من عادات الناس الشائعة. في مثل هذه العبارات لا تشير الرؤية إلى عمل عيوننا الجسدية، لكن بالحري إلى التمتع بالأمور التي يمنحها المسيح لخائفي الله، لما بيقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر. كما يقول أحدهم مثلا: هؤلاء وأولئك رأوا أوقاتا سعيدة، بدلا من أن يقول استمتعوا بأوقات سعيدة. فبنفس الطريقة يمكنك أن تفهم المكتوب في المزمور الموجه إلى الذين يثبتون أفكارهم في الأشياء التي هي من فوق: تبصر خيرات أورشليم، مزمور 128. يبقى هنا هو مش بيتكلم عن ما يراه كل الناس، بيتكلم عن عين مفتوحة لما وراء الأمور، للأسرار السماوية، للملكوت اللي بيتكلم عنه المسيح. لأنه في ناس كتيرة شافت المعجزات، في ناس كتيرة شافت المسيح بعينيها، لكن انطبق عليهم ما قيل عن اليهود: لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، آذان يسمعون ولا يفهمون. إنما التلاميذ رأوا وأدركوا ما يعني المسيح، وآمنوا وصدقوا ما لا يروه، إن في ملكوت آذي وإن المسيح ده ربنا المتجسد. فهنا يقول مثلا: بدلا من وتشترك في سعادة أورشليم، قال تبصر خيرات أورشليم، مقصود بها تشترك في السعادة الأبدية. وأي شك يمكن أن يكون في أن أولئك الذين نظروا المعجزات الإلهية التي صنعها المسيح والأعمال العجيبة التي فعلها لم يكونوا مغبوطين في كل الأحوال. يعني مش كل اللي شاف معجزة يا بخت عينيه، لا، طب ما في ناس شافت معجزات وما صدقت. إذن التطويب ده يقال للتلاميذ اللي استفادوا من رؤية المعجزات، اللي بعد ما شافوا المعجزة تعلقوا بالمسيح، مشي وراه، صدقوا كلامه، فأصبحوا أولاد الله بعد المعمودية. فبيقول هنا: جميع اليهود رأوا المسيح يعمل بجلال إلهي، ومع ذلك ليس من الصواب أن نحسبهم جميعا مغبوطين، لأنهم لم يؤمنوا ولا رأوا مجده بعيون العقل، إنهم بالحق مذنبين بالأكثر. ولا يليق أن يعتبروا مطوبين، لأنهم رغم رؤيتهم ليسوع وهو مملوء بالمجد
بواسطة الأعمال الفائقة الوصف التي عملها إلا أنهم لم يؤمنوا به. يبقى القديس كيرلس ركز على أنه هذا التطويب لم يقال لكل من رأى المسيح، إنما قيل للتلاميذ على انفراد. ليه؟ لأن هم مش بس شافوا معجزات، لكن أدركوا الإيمان اللي وراء المعجزات، اتفتح قلبهم للي قصده المسيح بالتعليم والمعجزات اللي بيعملها. لكن تعالوا نسأل، ماذا رأت أعيننا؟ ولماذا نالت التطويب؟ لأي سبب وصلت هذه العيون لهذه البركة؟ إنها رأت أن الله الكلمة الذي كان في صورة الله الآب قد صار جسدا. يبقى هنا التطويب مش لأنك شفت واحد أعرج بيمشي على رجليه ولا أعمى بيفتح، لا، ما هو ياما يهود شافوا معجزات قبل كده، إنما التطويب بالعين اللي اتفتحت فأدركت إن هذا الذي يصنع المعجزة هو الله ذاته متجسدا. هي بقى يا بخت عينيك لو شافت ده، زي ما قيل للمولود أعمى، أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد لأؤمن به؟ الذي يكلمك هو سجد له. قال بس كده انت فتحت بقى. يعني حتى لما فتح قبل كده ما كانش معتبر مفتح، هو فتح لما سجد للمسيح كإله. فهنا رأت أن الله الكلمة الذي كان في صورة الله الآب قد صار جسدا لأجلنا، إنها أبصرت ذلك الذي هو شريك عرش الآب. يبقى بخت عنيكم لأن انتوا شفتوا الله المتجسد، ابن الله بالحقيقة، شريك العرش الإلهي، بمعنى واحد مع الآب في الجوهر، ساكنا فيما بينهم وفي شكلنا، لكي بالتبرير والتقديس يشكلنا على شبهه. يبقى المسيح جاي يدينا البر والقداسة عشان نستعيد الشبه الإلهي، ويطبع علينا جمال ألوهيته بطريقة عقلية. يبقى المسيح جاي يعيد إلينا ما فقدناه بالخطية، ويعيد إلينا الشبه الإلهي، ويمتعنا بالملكوت الأبدي. من يؤمن بهذا يا بخت عينيه ويا بخت ودانه. وأنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا هذا العز، عز العهد الجديد، عز رؤية المسيح الله المتجسد، وأيضا إدراك سبب تجسده، الخلاص الأبدي. عن هذا يشهد القديس بولس ويكتب: كما لبسنا صورة الترابي هكذا سنلبس صورة السماوي. كورنثوس الأولى 15. فالرسول يقصد بصورة الترابي آدم الذي خلق أولا، ويقصد بالسماوي الكلمة الذي هو من فوق، كلمة الله الذي أشرق من جوهر الله الآب، ولكنه صار كما قلنا صار مثلنا. أدي العز بتاع العهد الجديد، أدي التطويب. عشان كده احنا بناخد الكلمات دي نقولها في كل مرة أشيت إنجيل، لأن الإنجيل هو الخبر الحلو. إيه الخبر الحلو؟ الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده. أدي الخبر الأساسي اللي بنتغنى به: فطوبى لعينكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل. يبقى التطويب مش لكل واحد شاف معجزة، لأن في ناس شافت معجزات لكن ماشيين في رجلين اليهود، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون. التطويب اللي رايح للتلاميذ على انفراد يخص المؤمنين عموما، رجال العهد الجديد اللي احنا منهم بقى، الذي نتعامل مع المسيح كإله حقيقي ينبغي له السجود والإكرام، مع الآب والروح القدس كل حين. فبيقول الرسول يقصد بالترابي آدم الذي خلق أولا، ويقصد بالسماوي كلمة الله الذي هو من فوق، الذي أشرق من جوهر الله الآب، ولكنه صار كما قلت مثلنا. فالذي هو بالطبيعة ابن أخذ شكل العبد، هو ابن الله بالطبيعة، إلى حق من إلى حق، ولكنه أخذ شكل العبد، ولم يأخذ حالتنا لكي يستمر في وضع العبودية. فالذي هو بالطبيعة ابن وأخذ شكل العبد ولم يأخذ حالتنا ليستمر في وضع العبودية، بل لكي يعتقنا نحن الذين ربطنا بنير العبودية. فاكرين أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له؟ أخذ عبوديتنا وأعطانا بنويته، فهو ابن بالحقيقة بالطبيعة، ونحن عبيد بالطبيعة، فصار عبدا لكي يعطينا شركة البنوة فنصير أولاد الله. لأن كل ما هو مخلوق هو بالطبيعة عبد، يبقى أنا وأنتم عبيد لأننا مخلوقين. ولكي يغنينا بما له،
لأننا به ومعه قد نلنا اسم البنين. النهاردة بنقول أبانا الذي، بقينا أولاد الله. ده مش حقنا، دي نعمة كبيرة جدا خدناها عن طريق التجسد، لما خد شكل بشريتنا شكل العبد وبقى واحد مننا أعطانا ما له، فصرنا أولاد الله. طوبى لعيونكم بقى اللي يدرك هذا، يا بخت عينيك ويا بخت ودانك، لأنك أدركت النعمة بالإيمان بالمسيح. وذاق الموت على خشبة الصليب ليرفع من الوسط الإثم الذي ارتكب بسبب شجرة المعرفة. بصوا هنا ضمن كلامه بيشاور على الفداء والصليب كمكمل للتجسد اللي بيه بناخد البنوة، فبيقول ذاق الموت على الخشبة ليرفع من الوسط الإثم الذي ارتكب بسبب شجرة المعرفة. يبقى من البداية الخطية اللي دخلت عالمنا انتزعها المسيح بقوة صليب، وليمحو الذنب الذي نتج عن ذلك. يبقى بيتكلم عن خطية آدم، وبالتالي في مفهوم وراثة الخطية والفساد. ولينزع من الموت طغيانه، طغيان الخطية والفساد علينا. لقد رأينا الشيطان يسقط، رأينا ذلك القاسي ينكسر، ذلك المتكبر يوضع، رأينا ذلك الذي جعل العالم يخضع لنير ملكه يجرد من تسلطه علينا، وجعل المزدري والمحتقر والذي كان يعبد يوما يصير مزدرا ومحتقرا، هو الشيطان، والذي جعل نفسه إلها هو الشيطان تطأ الآن أقدام القديسين، والذي تمرد على مجد المسيح صار مدوسا بواسطة الذين يحبون المسيح، لأنهم أخذوا سلطانا ينتهرون الأرواح الشريرة. ما دي جت المرة اللي فاتت، أنه أعطاهم سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو، فيبخت عينيكم ودانكم، لأن أنتوا تأكدتوا من ألوهة المسيح واسم المسيح قادر أن يطرد الشياطين. هذه القوة هي كرامة عظيمة وعالية جدا بالنسبة للطبيعة البشرية. خدنا نعمة كبيرة قوي بالتجسد والفداء، لأنها نعمة تليق فقط بالإله العلي، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.